وختام محطاتنا الصباحية لليوم رح نروح لنحكي عن حرفة تعتبر من الحرف القديمة من أقدم فنون النسيج. حرفة المكرمية هي عبارة عن فن حياكة الخيوط والحبال بطريقة فنية بتضفي عليها كثير من المظهر الجمالي، وبتستخدم بالستائر الحقائب والقلائد وغيرها من الاستخدامات. يا رشا، أكيد اليوم ضيفتنا سيدة أمل أدرنلي اليوم اشتغلت بكل حب هدول القطع اللي حنعرضهم بالاستديو. حنحكي عن المكرمية شو هو، حنعرف فيه الناس أكثر. يعني اليوم أيضا عم نحكي مو بس عن هواية، عن شغل، عم نحكي عن مشروع لهيئة السيدة، وهذا المشروع شفناه بالفترة الأخيرة منتشر. خلينا نقول هو من المشاريع الصغيرة اللي كانت باب رزق لناس كتير. ست أمل، سعد صباحك. شو هالجمال هذا؟ يعني لو حكينا يا حبيبي منين نبلش؟ يعني يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. فعلا اليوم هي الحرفه او المهنه اليوم من اقدم فنون النسيج. اليوم في لها كثير جماليات، وايضا المشروع مشاريع اليوم السيدات، اكيد كل سيده هيك عندها مشروع خاص فيها اكيد بنوجه لها تحيه. واليوم خلينا نحكي هيك اكثر عن هي الحرفه، كيف بديتي فيها؟ هي الحرفة معروفة من زمان انه هي يعني كانت مقصورة على انه هي تعليقة زريعة، تعليقة هاتف، يعني ما كان يخلو بيت عربي قديم الا يكون في عنده حمالة زرع يتعلق فيها. بس مع الايام هي ما عادت صفيت بس انه تحمل لحمل الزريعة، هي ديكورات، هي لوحات جدارية. ممكن تجي الجدارية مثلا فوق السرير، فوق المكتب، جدارية كبيرة يعني على اغصان شجر. يعني انا بستخدم من كل الامور الطبيعيه، يعني غصن شجره على حبل قطن، تلاقي بتعطي اضافه حلوه كثير للبيت وللمكتب ولاي مكان بيكون فيه. تمام. كل شيء طبيعي، ونحن بلدنا بلد القطن يعني. صحيح. يعني هذا لما انت عم تطوري فيه وتشتغلي فيه كثير امور، يعني من لا تتخيلي انه هي بتدخل بكل شيء. يعني دخلت بالديكورات، دخلت بالازياء، دخلت بال حتى تمام. اللبس بالشناتي بالحقائب كثير دخلت فيها، كثير لها مجتمع كثير كبير. صحيح صحيح. مثل ما ذكرتي ست امل، انا بتذكرها كانت حماله مرايه عنا بالبيت. أيوة. يعني كنا هيك مرايه والى مثل الجيوب صغيره كانت امي تحط فيها الابار هدول القصص يعني. فكان بس ما كنا نعرف شو هي. هلا اليوم من حضرتك ومن خلال هالفتره الاخيره صرنا نتعرف عليها اكثر. خلينا نحكي اليوم على المواد المستخدمه ونستعرض بعض القطع للسيده امل. يعني اليوم حبيتها كثير، انا كنت بدي البسها بس المخرج ما خلانا يعني قالنا نستعرضها. يعني خلينا نحكي عن المواد المستخدمه ضمن عملك لليوم. الخيوط، الخيوط القطن، حبال القطن. حصرا انا قليل قليل ما ادخل الخيط النايلون حسب طلب الزبون اذا في لون. هو كان ما كان متوفر الخيط القطن الملون. هلا هون عندك المرايه الرمادي، هذا خيط قطن. هي مرايه رشا، كنت بدك مرايه. انا من اول حلقه عم دور على مرايه فاجوا ثلاث مرايات هلا. هو اكثر شيء بستخدم الحبال القطن، بستخدم اطارات الخشب، خراز خشب، اضافات شو ممكن يضيف للمنتج، ممكن يضيف شيء لمسه جماليه. تمام. احكي لنا اكثر عن بدايه مشوارك بهي المهنه، كيف بديتي، باي عمر، وكيف كانت البدايات، يمكن القطع البسيطه اللي بلشتي فيها او المواد يعني البسيطه. البدايه كنت من زمان انا بالابتدائي بعرف انه هي بتنشغل حمال تزريع، كنا نشتغلها هيك. بعدين وقت اللي صارت الحرب وقعدنا بالبيوت، كانت والدتك او حدا من العيله بيشتغل؟ ايوه كانت والدتي واختي يشتغلوا فيها. وقت اللي وصلنا صارت الحرب وقعدنا بالبيوت، بقى صرت طلع شو في عندي، شو بهالنت مثلا، في صور كثير جميله، في اشكال. حلو. والله هذا الفن يعني انه مكرميه بعرفها. بلشت فيها بقى انا اطور، يعني طور الشغل اللي انا كنت اشتغله. مو بس هي ما عادت بس انه حمالت زريعه، عملت لوحات، عملت رفوف كمان مكتبيه، رفوف خشب مثل المكتبه بالبيت بس على شكل بالحبال. حلو. يعني ممكن كثير قصص تصير بهذا الفن. بس دائما يعني حتى اليوم لو انت ست امل عجبتك صوره من النت في بصمه خاصه لك. طبعا. يعني في اليوم بصمه، يعني نحن بنعرف انه هاي القطعه مثلا هذا شغل الست امل. دائما بتحاولوا يعني بتحاولي على هاي النقطه قد ما انت قدرتي حاولتي تشتغلي بالقطعه. حتى انا لما بشتغل نفسها ما بتطلع نفسها، ممكن يختلف شوي بالطاره، بحجم الطاره، بقياس الحبل، قوم يطلع معي غير تصميم. بس قد ايه بدها صبر؟ بدها كثير. انا بدي اسالها قديش ممكن تاكل معك جهد ووقت؟ والله بتاكل جهد ووقت كثير، بس انت اذا بتحبي الشغل بتابدعي فيه.
يعني انا ما بتخيل حالي بهيك هاي برجع بقول اللي بحب يشتغل اشغال يدويه اللي بحب يتفنن بحب يعمل من لا شيء شيء يشتغل يحكي لنا عن هاي القطعه اللي بايدي اليوم هاي كمان لوحه جداريه هيك قطعه صغيره اشتغلتها بافكار بعلق الحبل وببلش حلوين بيعطوا جماليه ايه كثير بيعطوا جو حلو بالبيت كانك بتميلي للالوان خلينا نقول الثقيله الساده يعني البني الابيض السكري هلا اول مرجع بقول هو ما كان متوفر القطن الا اللون الاوف وايت هات هلا من جديد بتوفر اللون الرمائي الالوان القطن لانه انت قد ما صبغتي الخيط ما حيطلع روحه نفسه لما تكون هو لونه اصلا لونه يعني اليوم لونه الاساسي هو اللي بيعطيه جماليه أيوة اكثر انا بلاقي بالبيوت بالبيت يعني بتعطي هذا اللون انا بحبه يعني اجمالا حب وزبايني اجمالا يعني كلهم بيقولوا يعني بدهم اياها ابيض الوان مميزه ثانيه تشتغل اذا حنا طلبوا مثلا اذا كان متواجد القطن اللون اللي بدهم اياه ما مشكله ايوه اذا هن حابين يشتغلوا بالنايلون كمان ما مشكله بس انا رغبتي بتمشي لهون هلا هذا اسمه مايكرو مكرمي تمام هذول احجار كريمه هي انا يعني اليوم انتقلنا من مرحله الاكسسوار المنزلي كمان هي تربيط اكسسوارات يعني هلا انا ما بستعمل بشغلي لا ابره ولا سناره شغل بس بالايدين انا شفت حدا عم يشتغل بمعرض بالايدين كانت عم تساوي مرجوحه كبيره تمام بتصير لطفل يعني سرير شدايل يعني حاولت قلدها نزعت لها اياها شكرا هلا هذا المايكرو مكرمي هذا بالحب بال الرفيعه عم نحكي عنها تقولي عن الكل كلهم هذا المايكرو مكرمي بالحبال الرفيعه حرير ممزوج بالنايلون لازم يكون فيه نايلون لا يحترق لانه ما عندي شيء الا الحرق حرقه لينتهي الخيط كثير حلوين اليوم في طلب عليهم من الصبايا هلا هون حسب هلا انا بشتغلهم بحجر كريمه يعني تقيل هو لحاله غالي يعني حجر غالي وبرسم على الحجر يعني بعطي للحجر جماليه اكثر اضافه جماليه اكثر يعني ما عاد انه بس حجر عقيق هيك بتحميه بعطيه جماليه اكثر هو حسب الرغبه بقى ممكن بدل حجر عادي مو طبيعي بيفرق سعره حسب طلب الزبون حسب طلبه وهدول الكراسي كمان هدول ململمات الدمشقيه بقول عنهم امل غرفه استقبال تفضلوا حلوه كثير هلا بتصير فعليا على كبير بتصير يعني حسب طلب الزبون كمان انا برجع سكرتيني بباب الحاره ايوه هلا هدول نفسهم الكراسي موجوده بالشام تحت بس انا لا هدول تفصيل يعني فصلتهم عند نجار الله يجزيه الخير ساوالي اياهم وانا اشتغلت عليهم ممكن تشتغلي عم تذكري حضرتك انه على احجام اكبر من هيك هذا ممكن ينشغل انا في زبون طلب على على كرسي كامل يعني يقدر يقعد عليه يعني ممكن ينشغل هيك ممكن ينشغل المراجيح يعني في كثير عم اقول لك هي بحر كامل يعني بالشغل بالبيت كثير فيها بحر واسع وبدها جهد وتعب وصبر بس حلوه حلوه وخلينا نقول اليوم هو مشروعك يعني هو مشروع. باب رزق لحضرتك نعم لا شو ما كان بلاقي انا اول ما اشتغلت ما كنت مفكره انه هو حيدر علي هالاموال ولا كنت اموال ما اموال ما انه هو معلقه املي انه هو حيكون بس هو فن انت اي شيء بتشتغليه يعني هو الفن ما حيطعميك ويشربك وتعيشي هو بس في شيء حلو انت من جوا عم تصنعيه طيب اليوم بمعارض يعني قديش بتعطيكي مثلا ثقافه مثلا من حدا ثاني مشتغل ممكن تعطيكي فكره ممكن تسويقيا ايضا قديش مهمه يعني كثير مهمه المعارض هلا انا اول ما رجعت اشتغلت مكرميه فعليا ما كان حدا كثير بيرجع راجع لها يعني صار لها من 10 سنين كانت لسه ما حدا راجع لها يعني مكرميه كنت يعني أتفوت معرض كون أنا الوحيدة لو تفوتي المعرض بتلاقي كذا حدا بيشتغل مكرمية بس طبعا كل واحد له بصمته صحيح كل واحدة إلى بصمته وطريقة أطبطها حتى الجدلة إلى طريقة وقت الجدلية يعني طبعا طبعا كل شيء له طريقة بس أنت لما بتحبي الشيء بتأبدعي وأنا كان عندي باب الفضول يعني دائما أحيانا الفضول بيخلينا فجربت يعني أنه فأنا كنت عم بفتل الجدلة بالعكس قالت لي شكرا فكية فكيتها اليوم أي مهنة إذا ما كان في الواحد فعلا هو حابب وعنده ما حيعطي هذا الصبر وطولة البال حضرتك بتعملي شي دورات بهذا المجال بالتدريب تمام بعمل دورات لهالمجال هذا وبعمل احيانا تطوعي احيانا هيك كمان كثير بعمل دورات انا بحب انه الصبايا ما يلي عندها اي ولو شويه حب انه اشغال يدويه انه ما تستثمر هالشيء هذا لانه انت فعلا قاعده بالبيت مثلا خلصتي ست البيت خلصت شغله خلصت امورها بتعبي وقتها وفي وقتها بشيء يفيدها يعني ما باعت منه علقت ببيتها
هدت رفيقتها، يعني هيك بصير الامور. طيب ست امل هيك سريعا، اليوم هل الاسعار اليوم عم تناسب الوضع الاقتصادي عندنا، عم تناسب دخل المواطن؟ يعني لا اكيد لا، يعني غالي خلينا، لانه أنا اصلا سعر الخيط يعني سعر الخيط غالي ما عاد مثل اول ابدا. بس اللي بيحب هالشيء هذا وحابب يقتني بده يعني حابب يضيف لبيته هاللمسة، بياخذ ولو شيء يعني يناسب اللي هو بده اياه، مصمم له شيء على قد اللي هو بده اياه. اما هو كل شيء هلا الوضع هلا ما بيناسب اكيد، لانه كل شيء غالي صاير. صحيح، حتى الخيط يعني. حتى الخيط غالي عن قبل. يعني انا اول ما اشتغلت كان كثير رخيص عن هلا. اكيد كلام يختلف، لازم تجيبي دفعه كثير كبيره. كان لازم، ما كان عرفان الواحد. ما حدا بيعرف اكيد شو حيصير، وقد ما جاب الواحد بالنهايه بده يخلص بدك تحتاجي. اكيد اليوم بدنا نتشكر حضورك معنا ونتمنى لك التوفيق عن جد بهذا المشروع الرائع وهي القطع الحلوه كثير. شكرا لك، بقيه نهار حلو لك. تسلمي يا رب. الله يسلمك. شكرا ست امل لهذا الختام الجميل مع حضرتك اليوم، يعني بقطع كثير بتحمل من الحب، اكيد حملت من الحب أكثر من المهنية يمكن، ما أعطيتيها من محبتك. ما عم لك أنا، لما بتحبي الشيء بتأبدعي فيه وبتستمري. يعني قد ما كان في بيجي علينا ضغوط تعب. صحيح. التزامات بالبيت، بس يمكن تهربي لإله بترجعي ايوه برجع بحكي معه وبتسلم معه. حلو الواحد دائما يعبي وقته باشياء تفيده. تمام. شكرا ست امل لحضورك، وبتمنى لك التوفيق بهذا المشروع الجميل، ومن هيك بنتمنى يعني للاجمل للاكبر يعني. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لحضرتك.